قاسم قاس، طلة الصباح لهذا اليوم سنأخذكم إلى منطقة القبائل للحديث عن العروس القبائلية، وهي ما زالت محافظة على عاداتها وتقاليدها. تابعوا معي. العرس القبائلي معروف بتقاليده والخصصة تاعو، وهو يعني نبداو باللباس. اللباس هو عبارة عن جبة وفوطة يعني تكون مزينة بالألوان. كاين لباس الخاص بالحنة واللباس الخاص اللي تتصدر به العروس يوم العرس. كما عندنا تاني الحلي اللي هو فضي يعني بالفضة. كاين الجبين، كاين لابغوش، كاين الخلخال، كاين المقياس اللي تلبسوا العروس في يديها. تاني العروس القبائلية ترتدي كما احنا نقولوا مع الجبين التاج اللي يكون مرصص بالألوان. في العرس القبائلي تاني كاين المأكولات اللي متميزة في بلاد القبائل عن نساء الولايات، انهم هما ما يديروش الحلويات كما الولايات الاخرين. هما معروفين بالعجين الخفاف المسمن كما احنا نقولوا، معروفين يعني بالعجائن الاكثر. تاني من العادات العرس القبائلي انه حنا هنا في الولايات الاخرى نحتفلوا بصباح العروسه كما احنا نقولوا، لكن في القبائل يدوا العروسه للتاله وين يشربوها الماء، وهي تشرب بدورها العواتق اللي ما زالوا باش زعما يتزوجوا يعني في الخير يعني باش يتزوجوا موراها. يعني العرس القبائلي فيه عدة تقاليد وعدة أمور تميزوا مما يجعلوا عرس بهيج مختلف، والحمد لله تزايد متنوعة من منطقة لمنطقة. كل منطقة عندها عاداتها وتقاليدها وكما يقول لك الأمور اللي تخصصها. مادام الهدف تاعنا هو تورط هذه العادات والتقاليد من جيل لجيل، فكان يعني حبينا نخصصوا للعرس القبائلي باش نبينوا التقاليد لهذه الاجيال القادمه، باش يقعدوا محافظين عليها ويواصلوا على نفس المنوال اللي كانوا عليه اجدادنا. خصوصا انه كما يقول لك منطقه القبائل هي عروس الامازيغ، يعني هي كما يقول لك السونتر تاع الامازيغ، فركزنا عليها انه نمثلوا التقاليد تاعها والاعراس تاعها. يعني الحمد لله كما يقول لك باش قمنا بهذه التظاهره كان هناك دعم من المجلس الشعبي الولائي اللي دعم هذه التظاهره هنايا في المكتبه تاع بلديه بفاقي. ونشكر ثاني يعني رئيس البلديه اللي فتح لنا كل الابواب وسخر لنا كل الوسائل باش نقوموا بهذه التظاهره.